لي في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى. رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حسوك عن عائد الله بقول يليح يطبن إن سورة البقرة على وحور سبحانه وتعالى. كتب والفر لي إلي عليكم دشين مسلمين تو القتال والضيال كي جهاد كي بالغفر ليلي دشين كارل الجهادان، وهو جهاد كدقال كنا كره مكروه ملا نعبي هاي ونبقى ويا لكم إذن كمشاق إذن كوة يدبي عليس إذن كوة ويان. وعصا وحان اللقيابة أن تكرهوا إلى النعضان شيئا شيئا إلى النعضان بالقيابة، والحال هو شيء قاعدنا عيسانا خير لكم وخير إذن يهيبا دعكرته. وعصا وحكالو دعكرة أن تحبوا شيئا إنا شيء شعلاتان أو شيء عدجعشهين ونفتين دونيسو، والحال هو شيء قاعدنا شر لكم وشر إذن يهي يعني ودعكرته. والله يعلم إلهي باق وحخيرك إذن يا مصلحة إلهي باق، وأنتم إذن كلا تعلمون إذن كلا كين مؤك إذن وهي ودع المقين وإسك قاصر وإسك قابين يهي. مركز سيدا إنه أسوه مرينا كتبا عليكم الصيام وأكله، يا ماشي أنه كتبا عليكم القتال تدكي مسلمين تحلو حالين كفر ليالي جهاد إلى جهادان أو قارد أهل جهادان أهل جهادان لإعلاء كلمة الله كلمة الإله إني سرّيسه أهل جهادان. فرالك إساقا وفريضة من فرائض الدين وفرالك من فرائش الدين تينا إلى يوم القيامة. مركا مسلمين تا قيب كفلا وفرض كفاية أصلاحان فرض كفاية ويه فرض كفاية قيب إن غير ردها دي له إنت نيكال الدم بيجي وكاد عيا أو قيب كفلا أمرتي مسلمين تنقل لكو لا إيجوغان أو تقول آن لغا هاي سنين قارن نقل لكو لا إيجوغان سنة دول بإن مر لغو دولو أو لغو بحو يا لكن دول كمسلم كهضي قبصلان هذا دول بضان إسلام بهايستان ويسوغلان مسلمين تقول كهاتشوغ إيا قيبها هاتشوغ تفرضو عين وحاكو نقن إن اللي جهادان هذا يكون في الله والمسلمين تقول ربعين أسو قرمدان أسو هيليان إلا قارلا وضنك إسلامك لقد دعيوه لقد كعيوه. مركا قلبا قيب كفي لان هذه أي ماركتي أي أهوشا فرقا أقومتو إنت نيكا لتنبيقي واكد عيا وح أقوم هذه اللي واينا وانا وذا الدنبابي سيسلاة الجنازة دا أكلوه. مركا لو حال لو يهد دقالكم مسهلنا ونفتي با خطر لقلينا يا حوليا مال باكوتك يا وقت بضن باكوب حيا عبسي با دا عيسى ولله وهو كره لكم بقالي يعني نفت وان عبتهي ودقالك وخطر بضن يهي. مركا وحاوي هاي شيء خير بضن باكوشروي جهاد كالا شديي يدقالك نوع عاصى خير بضن باكوشرة وين ادعى كرتو مرر بضن وحا ادعى كرا شيء نفتينو نعيسو أو مشاقات سدرتا أو نعيسو يا إنو بخير إذن يهي إنو السميسان حيوان نفتو أي شعاشة هاي وإما عانسان يسو إسكا سهلا وإي شعاشة هاي إنو الشر يباطي إذن كويا مالك إنا الدقار كلا إذن كدا يو إسكا ديسان وإي لكن شرب إذن أرنتاس شرب إذن كتاهي محايا إلي هذه مسلمين تجهاد كاسا إكتاقان أدو حاوي حيوان بضان باكادي عيو نورتا أجر قل لهي لما يغنم ذي جهاد كاللقه لها مدى كالقاري لما حيوغي السنيسة وريه إنما نوغسو قلع سيدا حد بتاقن واشر مركا إن دقال كاس لغتقو الجهاد كا سيدا أوكال الجهاد كاس نفتو نعيسو وخير حايا يلي انتي كل ما تنى الشهادة قادن أو تشنى إن شاء الله تعالى يأجر بهليان انتي كالنا وحويان وحي هليان يقون أجري إيا غنيمو إيا نصري قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ساكو دقال هذا ما واحد كلا عندنا كورونا إنسان لما دي في فينا
mid kamid oo un mooyaan imma nasr wa imma shahada ina am guuleysano ya ama aanu shahada qaadano jannada aadna marka ilaahi baa og masalixdeena ya wa khayrka inoo gu jiro ya saadartadu wuxuu ilaahi idin amrayo u degdeg oo sameeyaa inaan leeyahay laakiin maala safwaan ka fariisanay adduunyaa ku mashquulay inaga baa isbaabi inayna waa u jeedaan muslimka maanta dhimanaya inta badan gacan kale ku dhimanaya oo muslimka kugu sheegay inuu ku dhimanaya gaala waxay inaga dishay markii la fariyay waxaan dhexdeena iska dilay waxaan isbarbardhigi karay wax isu dhuutoona ma ah qotiba waa la faral yeelay dadow muslimiintow calaykum dushiina alqitaalu dagaalkii jihaadkii baa laga wadaa gaalada la jihaadahay fii sabiiliillaahi yaa laydinku faral yeelay waa faral wahuwa dagaalkaasuna dagaalkuna kuruhun makruuhun waa mid makruuh oo aad la necab yahay lakum idinkale idin necab yahay oo naftu ay dhibsanaysa weeye hal nafti baa la khatar gelinayaa wa casaa waxaas laga yaaba oo dhici kara aan takarahu shayna shay necab tihiin walxaalu wa shaygaasuna khayrun lakum uu khayr iyo wanaag idin yahay sida jihaadkaas oo kale wa casaa waxaa kaloo dhici kara an tuxibu shayan shay inaad jeceshihiin yaa sida inaad jihaad ka fadhiisataan walxaalu wa shaygaasina sharun lakum uu shar idin yahay ee dhib waayo jihaadka markii laga tago waa la dulloobayaa yaa dulli baa dhacaaya oo sida hadda maantaba taagan ajrigii lama helaayo shahaadadii qiimaha badan lama helaayo maxaabka odhaada futuuxaadkii lama helaayo gaalada baa inagu xoogaysanaysa innagii baa iskhilkhilaafayna isku mashquulayna ilaa aakhirihi wahuwa sharun lakum wallaahu ilaahi baa yaclamo og masaalixdiiniya wax khayrka idinku jiro wa antum idinku laa taclamuuna ma ogadiine amarka ilaahay raaco u degdeg oo qaataal ina leeyahy marka yas'aluunaka nabiyow dadkii waxay ku weydiinahayaan mushrikiintii waa la yidhi muslimiintani waa labada qoloba inay weydiiyeen baa dhici karta yas'aluunaka dadku waxay ku weydiinayaan nabiyow cani shahri alxaraami yaa bisha xurmada badan bimacnaa cani shahri almuxarami wey bisha muxaramka oo de dagaalka la xarimay oo maxaa la iga weydiin qitaalin dagaal bay ku weydiin oo fiihi bisha xurmada badan dhexda la dagaalamo xukumkiisu maxay yahay ku weydiinayaan babanaayahi mise ma banaana qul waxaad tidhaahdaa qitaalun dagaal fiihi bisha xurmada badan dhexda la dagaalamo kabiirun waa arrin weyn oo khatarteeda leh oo dembi weyn weeyaan laakiin wasadun hor istaag dadka laga hor istaago can sabiilillaahi diinta ilaahay dadka in laga hor istaago sida gaalada ku weydiinaysa ay sameynayaan oo kale iyo waa kufrun gaalnimo bihi ilaahay lagu gaaloobo iyo walmasjid alxaraami can ilmasjid alxaraami masaajidka xurmada badnaa dadka in laga celiyo laga hor istaago iyo wa ikhraaju ahlihi masjidka xurmada badan ee maka dadkiisii in laga saaro oo sida mushrikiintu muslimiinta uga saareen minhu isaga laga saaro ehelkiisa yaa akbaru ka weyn dagaalka bisha xurmada la dagaalamo cind allahi ilaahay agtiisa waalfitnatu fidnada muslimiinta diintooda laga fidnaynahayo oo mushrikiintu muslimiinta kii islaama diinta ay ka fidnaynahayeen oo ay ciqaabi si gaalnimadu ugu laabto waalfitnatu fidnadaas ayaa akbaru ka sii dambi weyn min alqatli dilka bisha xurmada leh wax la dilayo marka meeshan arrintan waxaa weeye sabab bay lahayd oo nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu soo hijrooday oo waxoogaa uu joogay sanad iyo wax yar miyaa waxoogaa uu joogay dagaalkii beder wax yar ka hor laba bilood ka hor baa la yidhi meelahaas ayuu wuxuu diray ciidan yar oo tobaneeye miya ahayn oo gaadma ah ayuu diray waxaa hogaaminayay in eedadiya ay dhashay la odhan jiray cabdullaahi bni jaxshin ayuu amiir uga dhigay wuxuu yidhi soco waraaq buu u qoray oo xidhay wuxuu yidhi kitaabka ama warqadda aan ku qoray ha akriin ilaa meel heblo a tagta ha akriin meel heblo markaa tagto unfur oo akri soco meesha nakhlo la dhaho waa meel maka agteeda waana madiina laga soo diraya meel aada u kala fog wey markaad halkaa marayso halkaa tag meesha waxaad meesha iyada ah aada u cimil gashaa meesha aada ugu gabataa ugu dhuumataa safartii reer qureysheed halkaa deedna si aada uga soo qafaarto uga soo qabato markuu muddo socday laba maalmood miya meelahaas markuu socday iyo waraaqdii furay waxaa ku qoran soco ilaa aada nakhlo tagto oo safarta reer qureysheed meesha aada ugu maaratay aada ugu cimil gasho ragga kula socdana dee hadday ogaadaan arrintaa waxaa dhigi kartaa inay yar nacaane ragga kula socda nin ka mid a ha ku qasbin khiyaar sii kii raba ha soo laabto kii rabana ha ku raaco
سيدي بويا مركو مال ومدسودي يوفر ورقدي سيدي ويحكو قراب واركي رجي سيبو الله اللي نبغو صانو يا امري عليه الصلاه والسلام انا وانصون الى النخلاء وطائف يا مكدح دودوي الى ماشو نبغو امري وانصون عليه الصلاه والسلام وحي امري مد كميدا انان اذن كميدا انان كو قصبين انو الى ماشا الى صعوده كي ربو ونقون كرا حدهن مايا وان كولا صعونينا رجا سعد بن ابي وقاص با كميدا ها عثمان بن قزوان با كميدا ها رجوا وين صحابي المهاجرين تهابوا ودا اهاين مركا سي اسعودن بي ماشي نخلتكين سفرتي لسوغ هاي ايا ماشي صومرتي نين وحا هقاميني اللي عرنش ابن الحضرمي عمر ابن الحضرمي نين ادها هقاميني صدحن بها لسعوتي وكالي مركا مالين تاسبل وحاسير دمان سبليه حرمضة بنا بش راجب بعد ما أنا يسيب عليه قارنا واحد ما هو بالله بنا يسيو جمعة الآخرة دمات كذا قارو حول مدة ما هو حياة هيد راجب دمات كذا الشعب بقى مركب بنا يسي سين سين دون تبع هالنقطة كسو قال راجب إني دم أنا يسي ما أنت مرجب ما أنت ميؤد دم بيسا مس حالة بلا تبش الشعبان على كل قروه نروح عن جمعة الآخرة يا راجب معاوي بلا نيسا مس وحوي يعني مسوي بلا تي نبغى بوده أروق بشه حمر الله ما بلاتي ما دمعتي رجب هبيك قدم بيسك السوق هذا نحن ما لنت قدم بيس تعرف متعلم إنه أبدي محان صمينا إن منك هدان سيد إنه أنا وابش رجب ما أنت قدم بيس وابل حمر الله ما دع الله مكرنه وإنا جب حسنا يعني وما كي جلية وقعد مقص ودي جمينه هدي إنه منك ما تهدا عن دع الله قال لنا بالحرمة عن دجالني هذا ما كي واحد بربر بيجان لما كي دجال بكو قادة ابن الحضرة ويا ماشي اللي قد لي مشتركين تي اللي قد لي وأنك هو جاميه هذاها مركي إنك في دلين من نو بحصدي لبنا وسواقبتين سفرتنا وسواقف عشان مدينة كلا صار دعان الدجال محل كنت قانا هذا مسلم وحير وكي يرهله مركي عصيع في لبدة الواقين الله محمد يا أصحاب تيسي بلي حرمة العابي دجال لما يان ويدل كي بنيان يا فسادك يا حول يا قاتان وحاصي مركا اسلح وحيانو مركا نمنكي يقعها مسلمين تنو ويرع ذين محاصا ويشانو بالحرمالة بحذا أدقارك أصا ميسان نمنكي يقعها وحوغا ويول بهارين اني دم بقلان وحوغا دعاية دين ويوحيسن تي حوليها إسوا قاتين يا ويحينا حالي بلها اللوكا دي حارضا إلى مارت مركا ساعل سودة شي يسألونك عن الشهر الحرامي waxay ku weydiinayaan dagaal la dagaalamo bisha xurmada badan dhexdeeda arintaas waa dambi weyn muslimiinta maanta joogay ma yaqaanaan kan waa dagaalkii muslimiya gaal kii kuwa muslimiinta shaqan dhexdooda lama kala ogaba mushrikiinta taqaan oo saw ila nis oo markay balahaas ay waxay ismaan aan istaabin jirin laakiin inagu macalaasaf qol goob qol muslim baan oo ku dhalanay oo ku dhaqanay لكن هو حلو كده مسلم كنف سبع صلى الله عليه وسلم رجب ميلاد على التي من محرم با مدل الحجة أحا شق هذا ما أين تي ما سوق مضايق مركا الله وح أويلي بشه دجال الله دجال أبو ودم بوين كبير ووين أرنت أرن عوس لكن محاك السوين قال الله أرنت أيضا كل عيبين يسا وح يسمين بحاك السوين وما حيا جد كدين تي إله دك إني كهر تاجين يهين إنه إله كفرين أو إجالوبين مساعدك حرمة ربنا عطاك كيسي إيه كيسي إنه كسعريان لأنه بيجي مسلمين تأي كسو سعري ماشاس سو ما فينا مسلمين تكوين سو إسلاما دين تأي كفرنا إينا إيان وإليه وإنا تقالما دي كل لابطه وحاس أدنوبة يسمينا إيان يا ميت كستكيلي كوين بشا صلى الله عليه وسلم تنبي وين بها أهاتو خطرت يا دليب ها أهاتيه بشا صلى الله عليه وسلم لكن وحاس أي قال سمعنا وأنت عصوشي وسوتكتي يا كسي وين حين كجع بين مركو إذا كجع أدين وين هذا صيد أو كلوي قال الله مسلمين تمرك وحياة بين أنت كنا أديان وإذا عيلها كسي ديان وحياة كشران بكوين دون تها كشران بكسي وين يا قال لما ذا هذا يا شرك جوالا يا فسق جاي السمين يا دين تي الله دجال لمي يا إلهي سبحانه تعالى أشتري جيلي دون تها كشران بكو وين مركا وهذا سوى حب معركتي مرك إله سبحانه وتعالى تاس مرك كهذا يسألونك ذاتك وحيك ويدين يعني عن الشهر الحرامي بشي حرمة بضني قتال فيه قتال دقال بك ويدين بدل اشتمال وي
قتال بي كويدين الشهر الحرام بعد كبدلي قتال دجال بي كويدين فيه بشع حرمة بعند أحد الله دجالمو يكويدين يا حكم كيس محيي يكليهن قل وحاتر هذا قتال دجال فيه بشع حرمة بعند أحد الله دجالمو كبير وأهل وين عروسه لكن محاكس وين مشاركين تأذن أذن واحد كشران باكس وين وسد هور استاج يعلن دتك اللجو هور استاج عن سبيل الله عن دين الله دين تيلا دتك اللجو هور استاج هايو يو كفر قال لهم به بالله إله اللي قال له بهايو يو وسد صدا أكل هور استاج دتك اللجو هور استاج عن المسجد الحرامي مساجد كحرمة ربنا يو إخراج أهله أهل كيسا الله قصاره منهم مسجد كحرمة ربنا دتك استي الله قصاره سي قال السميان يا أكبر كسي وين وكسي دم بوين عند الله إله أكتيسا بشار صلى الله قال لهم والفتنة في المرة قال الله أصل مسلمين الدين تاعي كفر نكيس وإسلام شركة نفتي سوى فتنة يكون احترا عنه يا أكبر كسي وين من القتل الدلكة بشار وحلة الله مركة عيد سودك تمركة أصال لوحي أيها مركة نبي عليه الصلاة والسلام أيو حوليها إسواق فاشين خمسك وكساري مركة أنت كان رجع يقعها يستري يقعها يوقي بيرد على الصلاة والسلام. لبدي إننا قال هذه مركة وحي صادر أن فيديو إن ملح فرش العق ملح فرش حوله يصادر لبدي إن إن له صد دايو. مركة رجع وحي كوتش رسان شجن سعد بن أبي وقاص يعقوب بن غزوان. رتجي أيكوك اللي تم وين أو لبدي هذا قل حي يا كلمي. رتجي أنت هذين رجع وصق البدن. مركنا وحبا عليه الصلاة والسلام لبضا النبي صاحب ساعة دي عطبة يا إلهي كي مدان رجل لبضا نسي دين من حيل وحكا بغا نقال دي إني ديلان تيم يلاها كهلان هذي مركة ديلان لبضا النبي صاحب لبضا نؤدي للناوي هذي لك لبضا أي نبض كي مدان مركة أصام مضح فرشادة كقاضانينا سيدي بعد أعضاء لبضا الصحابي إلهي وسبت بادي واي مدين كدبا مضح فرشادة يقين لقا قاتوي سريدي أهري سبع مسميته سوه جرودين المدينة اللي يمد إيو ديلكي أهري أو قالو لدينا وحنا لقى سواق إني مستعد. ولا يزالون قالوا كمزولا مرنبا يقاتلونكم مسلمين تو إن إذا لطق على ميان حتى يردوكم كي يردوكم سعي إذا كعليان عن دينكم دين كنا إذا كل حيان وقال ماذا إذا كعليان إن استطاعوا هذه عوضوا هلا أرنت عصي كران ومن يرتدد روح يردوبة ومنكم إذا كمسلمين تا إذا كمدوا هلا بتاع عن دينه دين تيس إسلام ككلا بتو قال لما هذا أو فيموت سدا كل إنت والحال هو كافر نسوا قال إنت فأولئك قواص حبدت ويهبط ويبرت أعمالهم أعماش عصبيا ويبرت في الدنيا والآخرة آخر يأدم ويكبرت أو عمل أو مارت أو وحطر يمجر وكباب يعمل كذي وأولئك قواص أصحاب النار ذلك أهل النار كهوي هم يجوا فيها النار تحت هذا يخالدون قواردون مركب ماشان إلهي وحينوش سبحانه وتعالى لبكاس يا دجال كقال أي مسلمين تقول أشرن أي ودان والودين سكزولين إلى مسلمين الدين تودا كقال أفتان وكل حيان وقال لما يكون ردانه دجال كاس مرنا أفها هذا مر أدن هذا مر بسيئة هذا دجال كواس كنوع يبدني هاي دجال كاوي وذا ينوي مركاس إلهي أوجودي عيد دين تسلم كلا بته أما أنت لو كنا لتكب هذا يو إلهي أوجودي سبحانه وتعالى روحي إذا كمسلمين تا إذا كمذا ودين كيس كري دوبة oo inta isagu deedna gaala kuwa ayaga ah alle wuxuu waxay amal intay muslimka ahayn ay sameeyaan dhawa ka baabay way khalas hayla gaalmadu min muhbidat al a'mal hada a'masha buriya ya gaalmadu kamitaa way kuwa asal wuxuu waa ehelnaar waan ku waari doonaan laakiin alle wuxuu yiri ruuxi diinta intu kalaabto dhinta isagu gaala ee ka warankii intu kalaabto ridoba hadana soo noqdo ilaahay dib u soo celiyo qaalmi qaar waxay leeyeen هرت إسلامي ولا جا أقبلي هو بتبادى يا إن شاء الله لكن أعماله إسلامي خد له كهر أعماله إسلامي ما بوري ساوسيد بكتب بعض أستجنا مسوي أشريسا قارعنا وحي إسلام مشافع وكليه وأشريسا هذو صلاة بتي خد له كهر أعماله إسلامي وأنتم مسلمها ما دام هذا الإسلام كصلاة بتو أشريسا ولله بهذو روح حجيو وحجك إسلام كوسوقته كذبنا وقالوا هذا هو دب إسلام كونه سوى الله بتو مركا لأن دهنا دهنا حاجة كون نقاء لدهين يعني كي هرى الله ترنا يا ود كي هرى سيدنا مشافعي أكو تقوم ولا يزالون قاردو كمزول هيان مسلمين طو يقاتلونكم إن إذا لدي الرعيان
حتى يردوكم إلى إذن كعليان عن دينكم دينكنا إذن كالليحيان إن استطاعوا هذي كارانا أود أهلاوة ومن يرتدد روحي كالردوبة ومنكم إذن كإذن كميدا عن دينه دينك سكالردوبة وقال لما أعلى وفيموت إنت والحال هو كافر سقو قاله إسلام يدب أن أقصه نقن فأولئك قواص حبثت أعمالهم أعمال شودي وابرتي في الدنيا والآخرة آخرية أدون كالبضة أعماشي وأكبرت منا في عمهيان وأولئك قواص أصحاب النار ذلك إهل النار كأها وهي النار أصحاب تدي هم إيهو حال فيها النار تدح ذا خالدون كواردون إن الذين كوي آمنوا رهمي يو الذين كوي هاجروا هجروذي وجاهدوا جهادي في سبيل الله في إعلاء الدين له دينة إلهي سراء قاضي ذا أنا سراء صدرت أدقى علمي أولئك قواص يرجون وحي رجينا رحمة الله نحريست الله رجينا والله إلهين غفور ومدن بالداف بضان ومدن بالداف يا رحيم ونحريست بضان وهي مركا رقع يقع هاي عبد الله بن الجحشية سريادة إن شيقي إني مركا أركان إني دم بكبت بعدين يا أرنتي حواليه وحسوق المستان الله فصحي أيها ومركا عدنا رجوع حاجة شيء أجري إني كهليان تولماتك يا سقاها إني أجري كهليان عادنا مركا عدنا صدق تالي وضدك مؤمنين تا أو هجرودي وفي سبيل الله كجي هذه كواس رحمة الله بالرجين يا ولد أجري جنوا إليهن ولد أجري جوا إليهن إلى أن وعود مدافع وحياة كدعاء إنه عاصها وعود نافيا وأنا أقول حارس بدي مؤمنين تا إلهي وأقول حارسنا يا سبحانه وتعالى إن الذين كوا آمنوهم والذين كوا هاجروا سو هجرودي وجهدوا جهاد في سبيل الله كجهاد دينت إلهي يعني سر يصدرت الجهادي أولئك قواص يرجون وحي رجينا يا رحمة الله نحرست عليه رجينا يا والله إلهي غفور وأذن بدافع وحي كدع رحمه وأن حرستنا يا يسألونك النبي وحي كويدين يا أنضتك على الخمر والميسر خمرتي يا خمارك حكمك سيهدنا كويدين سورة ما ربا بان كارك دونا يسألونك يسألونك ونبي فضوذا لو يدين جري كلبا مسائل شمارت على محايل على كل مسلمين تو أي نبي ويدين جرين مرة قال هذا ويدين جرتي صلى الله عليه وسلم مكاسات دينا النبي وحال الله لقنوا لا أفكليني شواب توصين لها مرك ولله يسألون ورنوا حاد دبدا عضا أما انت بضن قل با دبدا عضا سيدا عضا يا دبدا عضا بضن أوي يسألونك وحايكو ويدين يعني عن الخمر والميسر خمر هذا يا خمارك حكم كودي كويدين يا أنت قل وحد كنت ده هذا فيهما الله بلا أصلح هذا إثم دم بباع هذه كبير وآد أوين وما نافعه نعفنا ووصلنا هذه للناس تذكرنا وحقا نعفي من فعنا وكهل أنت تقول وإثمهما دم بجودان أكبر كوين من نفعه ما عرفت هذا دب كذا كوين يدم بجودوي ويسألونك وحكروا كويدين يا أنت تقول ماذا ينفقون ما حي بحيان وحنفقية وحبحية اللي يريه وحيب بحن محوية هاي حولها قدر كيكا بحنا يان قل وحاطر هذا العفو وحفالقو ليراتك باهيدنا ليراتك كا كابحية كذلك كما بينا تلك الآيات صار آياتك يحكامتا إذن كسو عديني أم بيبين الله تضو إلهي إذن كو عديا لكم إذن كا الآيات آياتك يأدل لذا يحكامتا الله إذن كو عديا لعلكم تتفكرون لكي تتفكروا سياد أفكرتان في الدنيا والآخرة آخره يعني في أمور الدنيا والآخرة أمورتها أدنك أمورتها آخرة سيادوه فكرتان أدوك على صعلان واحد مصالح دينا واحد يبكينا واحد يفتينا أدمرك أوك على سرطان مركة مسلمين النبي ويدينا عليه الصلاة والسلام محايا لي آيضه راسود دقي وأرهما كذا كساب سن خمرادي يا واحد مركة خمرادا يا خماركا آد بيحلق أفاف سنايين صحابتنا حلقة ويسمين جرين وخمرتنا ويعب جرين خمار كنا الدولي دتك ويسمين جرين وحي إسلام كونا كريبين ويسكا سمين جرين مركا وحالة إلي خمرتي يا خمار كي مركا ربضان بعد لعي جري وده مركا خمرتا عبان وكدرقان حالة بأني استيلانو أي استخران وحالة لعي كرتا وحان صحاهين إلي كوكعان وأن لوتشوغن إلي كوكعان إلي لعي كرتي مركا سيدهم باي إله وبيان شافي أن نقصي خمراتي إيوه عن قضائيو مركب العرماء كورهن الإسلام كان وقع كان محاسنتي سيئيو تدك صوب مارتي وحواناك سن أفرهيو صوب مانتا وقدق هيئيو بل خمراتي إيا خماركي يكو ويتيني أركو حال كتر أهلا وطلب الله ستنبي ويينبا كتر حوغا منافع مادية عن واليهينو
هذه وحلاقة بحال كخمرة بحال كخمار كميسر ك ما خمار ك العقب بدن يحول بدن بالو كلقاته وحلاقة أنا كسوة بس كفرديا إنه ملايين العقب كله فتاد ليكست ممكن واجس أدب بحال كاستعمال الشرين وليبه وحلاقة أنا كحلاقة وحهايانا ورديك حليه سنة ورديك حتى ناقط ورديك أكو خماري مركا صار يا أبا أنك مركا إن ناقتنا لقاقت قلبت أصحابنا لقاقت الله وديبا خمرة أنا صار صو كله المركا قلت كي دفنا وأبو جت تاونين بالله يا أبا إنه أنتوا قلبت صو خمارة إنه ناقي حاله بصو كحست مكوا حقا منفعة أبو جت صو معها سدوا كله خمرة وكذا عصين شرين سدوا هذا بقات كي سجارة حبا الله وقنا عصوا دف مادة كوجرت مادية الدنيا لكن الدنب يقول لا كبدا لفت هذا الدنب يقول كإيمانا هيا أيا كوينو كبدا نعفي قوض عاشو هدى وحاودتك خمره وما ما خمر العقل ويح عقل قد دبوه له ويان بالنج وما هو خطر عظيم هاي النبا وحارك انتو مارتي انتو انتو كاذي انتو كاتشي وخمرسين خمرو كدرقي انتو كاذي دي مارتي علماء كنت كوغرت قصوين كا مفسرين تا انتو خمره دي كدرقي يوكادي وشك اسكمر مريه رسول محمد انه ويسيستي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بوليها الارك سوى صادها مدبا وحالك سوى خمره كدرقي ودما لا كودا عيبو مركا اي با وشك كلف لفالي اكرمك الله وكما اكرمتني وليه الهي كرامي صاد اي كرامي سي ملاو حمود روح احترامه هي امركت الى وحي وحو مارت وحنا عاصة مركا وعدي بضنتها نبا صحاب قالوا أتمد النبي عليه الصلاة والسلام وحوله هاي رسولك يعني خمرة ما كنا نجر ريبه هي النور رمه هي خمرة وحياة باصوا إلى هذين كحرمي أي وحول متكين خمرة أنتوا عبوا إن هذاك الساعة أتلي نبر وين أمرك حول عنا خمرة سنة هذاك يقول فتاة أمرك قرنها يا أبو بغى النبي إنه أركض أي وصل ومر فن بهش مركا والنوع عاص ما الماء حتى وحاله سعد بن أبي وقاص أي أمر ترى خمرة ورابي أنتوا سووا يا أنصار مركا marka soo gabay tiriyal marka khamradii ka dhargeen gabay ansaar lagu caayahay marka ansaari madina ku soo dhaweey in ansaari ah ayaa intuu laf qaatay marka dakhar waxa la ku dhuftey asadii ka soo daatay marka waxan waa wax khatar ah marka su'aala marka yimid ah khamradii iyo waxay ku waydiin khamaarka waxa ku tiraahda dambi badan ba laba la ku jira wuxuuga manaafic adduunyana waa ku jirtaa oo dawa laga ganacsan oo xoolo lagu kale helaa oo siba maxay raahda wuxuuga mid kale nashwi iyo farxad iyo marqaan ba khamrada laga helaa oo waxooga ayahaas markta marka laakiin marka la sparban dhiga dibkooda dheeftooda dibkooda badan marka aqaligu muxuu keenaya weyn lama xarimin laakiin aqaligu wuxuu keenaya waxa sheega dibkisa dheeftiisa hadii dibkisa badan farahan aad ka qaado aad iska ilaaliso ah dambigiisa ka weyn xumaantiisa ka weyn sidoo kale dadku waxay ku weydiin ilaa dadka waxa la amray wax bixiya marka maxaan bixina xoolaha qadarkeena laga rabaa inaan bixino way waxa marka la yiraahdo qulil cafu waxa tiraahda dadka wax baahidina dheeraadka ka bixiyo oo sadaqaysta laakiin waxa aad u baahantay waxba bixinina ee idinkaaba mudan markaas saas weey marka saas u ilaahay aayadka iyo ahkaamta diinta dadka ugu cadeyn shariicada ugu cadeyn idin ku cadeyn si aad u fikirtaan amarka aakhari iyo adduunka maxaydan anfacaya maxaydan dhibahay saad u mar si fiican aad ugu fikirtaa ya saaluna ka dadku waxay ku waydiin nabiyo an khamri wal maysiri khamrada iyo khamaar yaana an hukmi al khamri wal maysiri خمرضة إيو يا خمار كحكم كودي كودين محلال بمسوى حاران قل وحاطر أهلا فيهما لبضع دحوظ إثم كبير الدنب ويبا يدبا التوين ومنافع للناس ضد كان منفعة وصولا وإثمهما أكبر من نفعهما دنب كودي يدب كودان دفت وذا كوين وكبضا ويسألونك ضدك وحكالو كودين ماذا ينفقون محي حولوه هذا كبحيان حوليه بحيان اللي يريه قدر كيالا بحينا يا محالا بحينا قل وحاطر هذا العفو يعني انفقوا العفو وحديرات كفالغ إذن كان باهدين كبدا فاسقا بحية كذلك سان أحكام طائع آياتك إذن كو عديني ومبا يبين الله تدو إلهي إذن كو عديني لكم إذن كان الآيات أحكام الدين الشريعة لعلكم تتفكرون لكي تتفكروا ساعدوا فكرتان في الدنيا والآخرة في أمر الدنيا والآخرة أمرك آخرية كأدوك بساعدوا فكرتان أو واحد إذن فيعي ووحي كلا إذن ديب أدوك لسارتان ويسألونك حكرة كويدينيان عن اليتامى أغانتي بكويدينيان يحوله هذه محاي سمايان والوحاطر هذا إصلاح هكاكين لهم أغانت حولها اللي هكاكيو يا خير خير بدن أولاكسن وإن تخالدوهم
هذي أضع كل حدر سنتان والحولين كود إسكدر سمانا وأصلح قشانا في إخوانكم وأول عليهم وي ما كان دولالك شأن جولالكنا وحوي وإسكمارتي سهله وصاد بدن أقومس الجروي والله إلهي با يعلم المفسدة متك في السهادين يا حولها أقانطة إنه في السهاد يقول حجلها يكوس وقول حضرها من المصلح متك وها جاتشنيا وأكر أجيها ولو شاء الله إلهينا هضوض وأنا لعنتكم وإذن دبي لها وليس مشق وإذن صار لها لكن تعالى مدوين وإذن كداف إن الله إلهي عزيز وأمير عزيزة يستغ وح وضانو كدين وأحمر توح وضان كور سا كرنا متجر حكيم أو فلس وبنو وح كدين يا وح وض الصحوة وحجمتك ده أنت مركع مركع أي صودك ولا تقرب ما رأيتي إلا بالتي هي أحسن حالها أقون تدها ودواننا إلا وح يجا صلاح يا خير وقولش سكله ودواننا أيا وحالة نك يا أقون حاله هذا هي أيو إسكسوا عي وحاله أقون تكويسي وكسوا عي حتى راشين كي بسلا مركع صار لقي يا أبا أقونتي كي بسلا مركع قارون تي عنو ويا مدم يسون ويا إنه في سهاده الله داديو أنت مركع مسلمين تمشق كدرهم وحاله محان سمينا أقون تانو قانت كوهيني لما ربنا واسكود حشرنا مركع مصانا وحقودنا مشقية لبي دريمين ويسألونك عن اليتامى أقول تكو ودي مركز ساسر العسود دكتي مركز واحد كتر هذا بالي لإصلاح أديقو حوله هذا أوه قاتشين إيسان وكوين انتهت كسارتان أقول أوه قاتشين إيقو سكال إذن أقول دوانين سيدا صافي عن وانتهت كل أحد رسطان وحيدا كسو قارقاران وحاك خير بدن إن أد سك إلى لسان لكن هذا هذي أنت مشقية واحدة لنتان أذ سكودر سان حولين كود أذ سكودر حجران أذ سكودر ستان وانت ذا سكودر ستان سكوتشكن قطان تصال أهان يا ومرك صاد وحي يريد كوك على الجارجالان وأم ولا عليهن روح أنا مرها ضو ولا الكاية هي عشان يسوى سكسة لي هاي أو وحي سيء وحاجة وحقة أي واحد كلا جاران واحد ما ملا هواي إلى هنا وكل أجي هاي متك ما هنا هذا حولها وانت كويس وكدر هيا سيء وفسهابي أو حقة استعماله يينه هو إصلاحيه لبده روح الله وكله سبحانه وتعالى مركا إلهي هدو دون لها وإذا المشقين لها وإذين ديد لها إنا ذهب يراتئ أضلح قشان وإذين ديد لها إذنك حتى مسلكوها أضحيسان لكن إلهي سبحانه وتعالى أرنت وإذن كان حريستي ومشقة النعصة وإذن كان نعفوه ويسألونك ذاتك وحيكو ويدين يعني عن اليتامى أغوانتي حوله هذه محيكو سميان أقول وحاطر على إصلاح لهم هجاتين معناه يروحوله هذا هو هجات لسان وسك إلى لسان يا خير كفي عن إن هذا حق لسان مركز إذا أنفع هذه قرفلة أنت صورة قال وأنت خالدوهم هذه أضيح قشان وكل أحد رسنتان وأضيح قشان ووحي نرشي يوحي مارت أضيح قلانا وحوله يكود أسكودرتان وياك قاطئنا كلا سعلان فإخوانكم وأموالهم ويان مركا ورالك شأن وشأن ورالكم واسكس هلين يا هاي مركا هاد مركا لعشان كاب بسل أكلية وحص يا شاه هاي أطير اسكبس بسليه وح يجا مركا ابننا إن وشرين هذه مرت اسكون الحجرتان هو كينا كاجا قاعد كودن إنه كسو قال لقيا با مركا واحد يجا نبكو عين النوع اسكا إن شاء الله هو اسكم متسامحون لكن مروا بإن لا إسكا إلى ليو أيها وناكسن أنت الإسكا إلى لكر والله إلهي ما يعلم المفسد روحه في السهدين حولها أغانطة من المصلحة كأوها قاتشنا يا وكل أغيه ولو شاء الله إلهي هدود وأنا لعنتكم وإذن لبي لها وإذن عريسن لها إن الله إلهي عزيز حكيم ولا تنكحوها قرسنين المشركات الناقها مشركات كيقال لها قرسنين حتى يؤمن إلى الرميانو إسلام كأيسو قران ولا أمة ناقع دونة مؤمنة أو مؤمنة يا خير كفي عن من مشركة الناق قال أو مشركة ولو أعجبتكم تا قاشوا هبئذن عجب قليسو قروح دي إيو حولها دي إيو نصب كذا يهدين عجب قليسبه لكن وحاك خير بدون كفي عن تا مؤمنة ديها مارتي أدونتا يا كفي عن ولا تنكحوها أقورينين قبلهين مسلمين تانا مسلمات كانا المشركين نمك قال لها أقورينين حتى يؤمنوا إلى إكره ميان إسلام كقصوا قلان ولا عبد نن أضونا مؤمن أو مؤمنة يا خير كفي عن من مشرك نن مشركة ولو أعجبكم إسونا بإذن عجب قليو قروح دي سئيو
حوله سيبه يدك عجب قليه أولئك قوى قالضوه يدعون وحدتك وغيرنا إلى النار تدك النار تبي وغيرنا والعياذ بالله يا أعماش النار تلقوك لها وغيرنا والله إلهينا يدعو تدك وغيرنا إلى الجنة يا هذا كشان الذي بغيره يا يوم مغفرة الدم بدافك بالدم بقدر دافه يوم الله تدك وغيره هيا بإذنه بإرادته إلى استلم الشيء أديسه يدوري ديسه إلى يماركته أي جنة إيو مغفرة إلهي أي كوسع هذا ويبين آياته آيات كيسي أحكام الدين تسنى الله وعذين للناس تدك وعذين لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا ساي أوان سومان أو حقاتهم marka ragii muslimiinta waxaa la ka nahiyinayaa naagaha gaalada ah inay guursadaan gaalada waxaa laga soo reebay san suuratul maida ku soo marnay naagaha ee kitaabka waa laga soo reebay wal muhsanatu min aladina utul kitaba min qablikum wa annaga soo marnay in la ino xalaaleeyay naagaha yahooda iyo kuwa kristanka inaga horteen kitaabka la isee kitaabka aha laakiin naagaha mushrikiinta carabta aha kuwa saniyinta aha kuwa dabcaabudka aha sida kuwa maxay ilaahada kuwa dabcaabudka majuusta kuwa buudiga kuwa maxay hinduuska kuwa noocaas wixii adigu ehlu kitaab aan ahayn waa ma yahuudi ama nasaara labada midna aan ahayn total lama ogolnaagta in la guursado laakiin naagta haday tahay naag ehlu kitaab waa ma yahuuda ama min nasaara ah waa la guursan karaa bishuruud baa lagu guursan karaa waa mid Alla yiri oo ka bilaabay wal muhsanatu naagaha dhowr soon way kuwa faasiqaadka zaniyadka aan ahayn dhowr soon cafiifaadka ah de hadda waxa kale oo si kaba si daro oo yana dheeraad si ah naagaha gaalada wadankooda markay joogaan ilmihii bay ka qaadan oo ka geelis ka gaalaysin hadii aad maxkamad isla aadaan iyadaa loo xukumaya waa masiibo weeye marka laakiin waagaas waxa weeyaan waa naagaha muslimiinta iyo maartay markay ahlu kitaabku ay muslimiinta ku dhex jiraan oo iyagu dawladda islaamka ku hoos jiraan oo iyagu awood aysan lahayn naagta noocaas oo kale taa marka cafiifada dhowrsoon waa la guursan karaa marka waxaan waliba loo rajaynayaa inta badan naagtu ninkeeda ee diinta ku raacda waxa loo rajaynayaa naagaha soo inay soo islaamaan mar hadii maxayna hadan ninkeedu uu muslim yahay laakiin naagaha kale ee kitaabka aan ahayn total lama ogola ilaahay hadda xaraam bay inaga yihiin oo lama guursan karo marka Alle wuxuu yiri gabadh adoona ayaa ka fiican oo ka khayr badan naag mushrikada quruxdeedii iyo abla dhacdeenba iyo xoolaheedii iyo mansabkeedii iyo waxeedaas sidoo kale Alle wuxuu xarimay gabdhaha muslimaadka niman gaala in loo guuriyo meherku uma qabanayo waa inaga soo marayay laa hunna xillu lahum haweenka muslimaadku nimanka gaalada xalaal uma aha marna uma noqonayaan wax laga soo reebay taa ma jirto walaa nin yahuudi aan guursan karin walaa nin kristan aan guursan karin yahuudi kristan gabdhahooda waan guursan karnaa laakiin kuwa nama guursan karaan maxaa yeelay haweenku waa iska ducaafo badanaayo ninkeeda diinta inay ku raacdo waa dhici karta marka gabadh muslimaad haddii nin yahuuda maxay idhaahdaa ama kristan loo guuriyo adee diintiisiiba u jeedaya waa khatar midda kale alislaamu yaclu wamaa yucla caleyh islaamku isagaa sareeya lagama sara mari karo uguna haddee naagtiisu taxtigiisa hoostiisa imaanaysaa soo ma taxta xugmihiibay gelaysaa marka alislaamu yaclu wamaa yucla caleyh islaamkaa sareeya ehelkiisaa sareeya laakiin maanta masiibada taagan waxaabaad maqliba naag muslim oo leeyahy nin gaalaa qaba adamaa u qabay zanaunbi kula joogta ee qabitaan ma jiro kuwo kaleo waxaa jira intayna gabadh muslimada jeclaadaan oo nadiifa iyo deedna ay dhahdo haddaad soo muslimto waaye laakiin haddii kale maya wayba roon tahaye kuwo waxaa jira sirahaya deedna dhihi waan soo islaamay waana beenti ma uuna islaamin laakiin iyaduu tusayaa alla ii qabto waa loo qabanayaa wuu guursanayaa gaalnimadiisa meesha ka sii wadanaya arrimo dhibaatooyin taagan weeye khatarteeda leh oo u baahan in aada la isaga ilaaliyo waxaasna guur ma ahe waa zina weeye iyo xaaraan bay kula joogta walaa tankixuu ha guursanina ragga muslimiinta ahow almushrikaati naagaha gaalada ehlu kitaabka aan ahayn wey xataa yu'mina ilaa ay rumeeyaan diinta walaa amatun gabadh adoona mu'minatun oo mu'minada yaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin naag gaal oo mushrikad ah oo ehlu kitaabna xataa ta ehlu kitaabka ta muslimada adoonta ah ka khayr badan laakiin waa soo maray bishuruud baa taa lagu guursan kara oo ninku guursanahaya ee xortu uhu waa inuu yahay nin zina ka cabsoonaya gabadhii horta ahayn aan guursan karin xoolo ku guursada aan haynin inuu zina ku dhacana ka baqanaya unbaa guursan kara waa inaga suuratu nisaa ku soo marnay maxaa yeelay hadduu guursana gabadha adoonta ah oo ay ilmo u dhasho ilmihiisii adoon bay noqonayaan ilmihiisii waxay adoon u noqon adoonta ninkii lahaa ilaa adugu adoontaad leedahay ma guursan kartid
وملك اليمين تملك قاعد كل ملك الله ذا هاي العشاء يسوق الشباب كأود بدن كل حق بدن جورك ولذا ما جور سنكرت لكن هذا والدلالة هاي واسكم عرفت وحاصل سنكرت أصل الكلام لكن هذا جور نقطنا ناقد دورنا لحين تيحور طاهين نجور سنكرين زيننا كبا قضي مركاهم بجور سنكر ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم هم إذن أعجب قرست الناق تاسو ولا تنكحوها أجورنا المشركين لمن كجار ذا يا هأجورن قبلهن مسلمات كا حتى يؤمنوا إلى رمان دين الإسلام كا إسوا قلنا صدق أسوا قلنا أقاتن ولا عبد نين أضون مؤمن أو مؤمنة يا خير كخير بدن من مشرك نين مشرقة وقال ولو أعجبكم هبا إذن عجب قليو أولئك قوة قالدوه يدعون ذاتك وحيقوا إلى النار مركا ذاتك دي أعماشي النار تلقوا النار قلي لها ذاتك وقوا يري فسق إيو قال نما إيو بلاي دين كباح يقوا يري أن ذاتك والنار تتوس أسوق المرة هيان لكن أعماشي النار تلقوا قلها ذاتك وقوا يري والله إلهين يدعوه ذاتك وحيقوا يري إلى الجنة جنة دي بقوا يري وأعماشي وحن إلهي إنه قوياري إنا نصمينا إنا فرايو وأعماشي تشنده اللي قوياري لها يوالمغفرة الدنب دافكي وأعماشي إلهي إنه قوياري دافي لها سبحانه وتعالى بإذنه بأمره وإرادته ومشيئته بإلهي قوياري إنا معناها الجنة لها كسو أهدان ويبينوا إلهي وعضن ذاتك ويبينوا إلهي وعضن آياته آياتك إحكام الدينة للناس ذاتك إلهي وعضينيه لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا لكي يتذكروا سيعي أوان سومانو أي واحد يقول وأنا ذا أقاطان أي واحد لوش يجيو أي أقاطان ويسألونك وحكوا كويدين عن المحيض حيض كي كويدين يعني وين كمرك عاضو أي كل عاضو محيص ما ينام أقولك كران أو قل وحاتر هذا هو حيض كليج عاددو أدم وادب وقشن فاعتزلوا كفوا قال النساء وين كفوا قال في المحيض في وقت الحيض وقت عاده ليقص إقبال كفوا قال ليه إذا كعرر ما هي لكن وحويان هجماعنا لليه فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن أو ينكس هودوانين عاذ قبا حتى يظهرن إلى عطاهر وبانو لقاسوا وكقوا فإذا تظهرن هذي كقبيستان وي وكظهر قاتان فأتوهن مركز أطقوا لك المكرتان من حيث أمركم الله ماشي إلهي إذن أمري يا محانكو إلى هذا وقتقوا أما من حيث أمركم الله بتجنبه نوالي ماشى إلهي إذا أمره إن أتكفوا قاتان يوحبن كي دقيقة وكي مانا إياه وأغطى يكرتان إن الله إلهي يحب وشعليه التوابين تذكى طوبكين كبدا ويحب ألا وشعليه المتطهرين تذكى طهار قاتنا إله وشعليه مركز سيدة أوكالة سلمين تو حي ودينا يعني حي الكاستمر كمرك قبان محاط عليه ملوتك كرام السواسري مرك وحاله وحص واقشن يقرن ويانه هوين كمركز هلا كل منا يجو ليكاس قب كف وجهذا معرا يهودو إسلام تمرك ليكاس كل دعه ويكعر رشرين ما إلا مسح حنشرين لا ما عون رشرين حلا ما عبي رشرين ويكعر رشرين بتوتلي مرك تطلع والله هذا تاس معها ونبو وكيلها علي سلاسة اصنعوا كل شيء إلا النكاح وحان قال ماهي ردون قصة ما يو وكيل حاذك سلو وكوي مركا كشكين يلي وحو معناها قاركود وحيدهن وحو نعمل مركا ديقا سنو دعي إنا مرادو هوس كنتك قصة وقاضنه لأن انت كلام مركاز ونقال باشتير جري علي سلاسة والسلام مركا هوانك كد إرادة في المحيض وحاوه يعني قال ماذا اسك إلالية وهي يماشا ديك وكإيمان اسك إلالية لقوالا انت عادة إقبان وهي محايل هو أذى وادب وقشن وقرن وعذر بالقاعد وخطر مرك الله ويروح يدي يا ذي منه أمفي عنوي أرين تاسو متكي إنه أمفي عنوي لو ذا بأذن يدبو كنا قنايا مرك هود وانينا وانك انتاس إلى أي كطاه وحتى يضرنا إلى أي كطاه ربما حلقة ولا إلى ذي وكجو مرك ذي ومرك وكجو أنت ينقو بس الملوتي كرا ما بدهم كل حقبان ميا وأنا ظاهر كقرآن ك ما مشافعي مالك أحمد حنبلي وحليم مال لو متى يكره إلى إذا هرقتان ولذا بقول له واحد فإذا تطهرنا هذي قبيستان ويا مركز هذي قبيستان إيجا كقبيستان ما كافأته هن ويا أتجا مركز لكن ما أبو حنيفة سوى حقبة هذي أديك بكرنا ما حتى يقول ولو قبيستان إن لو تجي كراي لكن ده القرآن قصده كلوه
حتى يدورنا ذو حاوي هراء إلى ظهر نقدان إلى ديب وكجوا فإذا تظهرنا مرك مرك يتظهر قاتان ومرك وكقوا بيستان فأتوهن مرك عدينا من حيث أمركم الله ماشوا إلى عيدنا مرينا وقتك تان مرك أوتلا أما من حيث أمركم الله بتجنبه نوالي ماشي إلى عيدنا مرينا تديق قبلنا تكفوا قاتان مرك أيضا وقتك قوي ودحمن كترنكا من حيث أمركم الله إلهي مركا واش عليه دتك توبه كان كبدن إلهي وصلبته إلهي واش عليه دتك طهاره قاطه مركا هذه دتك ما دام عليك عليه طاهريه ونظافه الجعل وطهاره الجعل تقشنك كفو اسك إلهي ويا كل حدينه يا طهاره قادنا اش طاهر وقشنك انا اسك مارتي ادي دبك انا اسك إلهي يا مرك ديجا كبا واجب ها واجب واي واجب شو أنا واجب واحد وحكا صحيح ما مشي هذين قبيسنا هذين قبيسنا إسلام با عربا هبري شرنا وحكو صقرت السؤال عيلة ذا الشن سنة غير لها ولي الجناب ما أنك قبيسنا أني وياك ما بقى أنا أقيم بأني واجبت شن سر جهل جم عنا مسلمين تكون فافسن وهذا يا مرك قار كذا وهذا بقى بشور بلف وسوق قارو كوسا دولهم marka sadexdeen su'aashu soo dhigtay marka marka dhigu uu ka go'o salaadii iyo xayaabii salaadii xaraamta ka ahayd waan loo ogoleen yaa ku waajibi waajib marka salaada waa inay isugu deerto waa waajib ku inay qubaysato ninkeeda waa inuu qubaysato salaada waa inuu qubaysato quraanka akhri waa inuu qubaysato oo istaahir istawi way asaluna kadadku waxay ku waydiinayaan عن المحيط حيث كي كوي دينيان وقت حيث كاوين قبان ملوت كراب كوي دينيان قل وحاطر هذا هو حيث كاسو أدن وادب حيث واحد مستقدره قشن وقرن ووي فاعتزلوا النساء وين كدر هذا في المحيط في وقت الحيط وقت حيث كدر هذا أما في مكان الحيط أما ماشو حبنك وحيث كإيمانا يكدر هذا ولا تقربوهن أو دواننا حتى يظهرنا إلى ظاهر نغضان وحيث كدر ما كقعدوك فإذا تظهرنا هذه الطهارة قاطنة كقبيستان فأتوهن مركع أوتها من حيث المال وقتها أمركم الله إلهي وذن أمره ما يحبك ترنكع ما كان لما أقلوه إن الله إلهي يحب واشعليه التوابين قوة توبكان كبضا ويحب إلهي واشعلي المتطهرين قوة طهارة قط نساؤكم أيها وينكين حرث بير بإذنه لكم إذنك بير بإذنه فأتوا أوتها حرثكم بيرتين أنا شئتم كيف شئتم سادون طان أقوتها وقدموا وخير هرمر صلا لأنفسكم نفتي أنه وناك خير هرمرية واتقوا الله لنا كعب صلا واعلموا أجادنا أنكم إذنكم ملاقوه إهنا الله كل مدونتان مركا أضيار صلا وح وناك سنو إلهي هدو أذكلوك لنتان أضيار صلا وبشر نبيه وبشارع المؤمنين تدك مؤمنين تاشنية خير وقب بشارع يحرب وناك سن وقب بشارع لك الله سبحانه وتعالى وحا أوليه يا وينكينو وحاويان وحيدين برد حرثك وحاول ماشى بدرك أمام حيلة هذا أبورك اللقور هذا صوماء سأيه هو صوبة حوى هذا ماشى أنه وينك وحاويان إلى هاي يقول كو أبوري ماشى المهل اللقو طلع لها المهل اللقو أبوري لها صوماء مركا نوع عصال لوقو شبهيا مركا بيرتي لوقو شبهيا مركا وينك وحاويان يقول إلهي كو سمي منك هو يدا يا المهل اللقو أبورا اللقو طلع لها مركا نساءكم حرث لكم ساسوي مركا حرثك إنا أتقى قابك دونتان لكن حبنك اللي قلت لي وان هال مدوي مركا هو حال يلو ماشاس ومقبلات او مدبرات او مستلقيات او يعني سقابك ايضاً يقول سيتشر يقول سوتشر يقول شفا يقول دنع يقول الى اخره ادواجي مركا اي مادين مهاجرين تاي سو هجرودين تقوى كاردق ان دوي هين انصار يا يهود ايو رقم بيلا هاين هاي ليش ترى مبنان هوني اذا دنع وشفت ما انصار وحريش يقول دنع وشفت بس مبارا لكل مكره وحقها وانساء وأسطراته ويالا الربا يهودنا واحد يجرين يدو سيجد هذا إسلام تلوطه المو حوضان سوى القيتلة القيتلة ما تقانا سوى اندوها اكلت شيدانو هينا تواصلنا خرافة سيقانين الله مركا آيادا سوى دجين فأتوا حرتكم أنا شئتم قابكا دونتان لكن موضوعوا انها المالوه مركا مهاجرين مركا سوى هجرودين يعني ان مهاجرين تكملوا حقور سلي أوين رأى صار هذا مركا يجون وحي قانن هذي شهوانك وحي يسلمتوا يلا وصاصي أصل كل هذا كفي عن تا يضر إنا وجفته
مركا أستغنى سيست من شريان بو دمعي وين كرت مرك ماشا يسكوير خلافين عادنا سودك تمرك وارين تاسنا وحين بإنا يسا أوصي ريق ورشتين يسحسن تهايا إنكو حاسك سودو أنا معناها وقوتي كرو خرافة يهودنا ماشا كساريس نساؤكم أوين كنو حرف لكم بير بيديه وماشي المها موضوع وحرف الولد وي وماشي المها اللي قلت لالي فاتوا حرفكم بيرتي نوتك أن شئتم كيف شئتم قابك دونتان لما لتاس وقدموا إلى أنفسكم نفتنا وناك يا خير أهر مريا يا طاع وحاكم الله أمرك إنكو حاسك سوتك يو إنه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إنه وأذكرت صناع هذا الشيء وأقريه إياه بكملة واتقوا الله إلهنا كعب صورة واعلموا وقال أنكم إذنكم ملاقوه إلهنا الله كل مدونتان آخر سادرت هذا المركة وحفي عرض إله كل كلنتان دا إنك بنا آدم كابان دهنا على قيابا روح هذا هو حشوان يسو وهو حكب إيسي وروتشيان كل كل مأناتر مركة إنه هو حبي إنه هو حخربني وشيان إله كل كلنا سبحانه وتعالى مركة إنا عمل في عن وإله سبحانه وتعالى إنه دوية سأنا هدو إله كل كلنا وإنا إن شاء الله سيستمع إنه كده ذلك وبشر نبي وبشارع المؤمنين تذكر مؤمنين أنا خير يوناك يشنو يعرف في عن وقب الشارع وإيمان كسابه وحويه روحه إن إلهي سبحانه وتعالى شنضة فلقي سكوك قلين دونه إيمان كسابه تيس ولا تجعلوا هيلنا مسلمين تو ولا تجعلوا الله إلهي هكذا جاننا عرض يعني دارت إله كل أرن إنسان وين ولا تجعلوا الله إلهي هكذا جاننا عرضة مانع مد إذا كرهبوا مانعة لأيمانكم داره ندرتوا هذه الله كل عرتين هكذا جينا أنت مد مانعة هكذا جينا أن تبروا من أن تبروا إن تبر وناك سميسان تو إذا كم من عذارين إذا كم من عذا هكذا جينا وتتقوا الله كعب سلطان وتصلحوا بين الناس تذكر ده شيء سان وإصلاح سان وناك سان والله إلهي سميع لأقوالكم واحد قال لسان إلهي وأوجيهي عليم بنياتكم نيات كني قصد كيننا إلهي وأوجيه سبحانه وتعالى يا حواش النورنبا الله وأوجيه مركا ماشى نوارن النجبا عن نقانه وحاليا وروحه أنا وروحه صمد نوران قدرت نصمه نواشي في عن وحال ليه مارتها ورهب الوحاسي وان قدرتي قدرت بن إلى لنو نكاساس مركا وقدرت أنا حبسينن وكاله هب الصوب وقنه كل جس وان قدرتي مت جاهيو وروح عصامه وان كدارتي مايا إلهي دارته إلهي كل دارنا إنسانه كدي جانا أرنت عصيلا مد إذن كم من عذا إنا ونا قسم إنسان إنا ونا قسم إنسان الله كعب سوي إنا قسم إنسان ضدك إنا إصلاح إنسان تعصي يعني إذن كريبين دارته إلهي كل دارنا إنسان سبحانه وتعالى ولذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه إذا حلف أحدكم يا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي بالذي هو خير هذو مدكين وح كل دارته لأنه أركو وحي وكل دارتي وحو كل دارتي إنه ليه ماذا إني في عنتها هذو أركو مدك في عنها ليه ماذا دارتنا ككفارة قتوه دارتي هاتش بيو كفارنا هاس ما يو كفارة إنه كو سمرني سورة المائدة كو سمرني كفارة أنا هليه ماذا ككفارة قتوه دارتي لكن خير كي أنا كامن عين صلاح مالين بعد حناقضي مركز واحد كل دارتي إنه ذهب الله الدين لكن ذهب إن الله هذا شو يا كخير بين روح مسلم إن الله هذا إن تقول سلمه وقولا لكن الله هذا كخير بدنه أنت الله هذا شو دار تيجي ويسو كفارة دار تنا بك كفارة كده حاطك دار تهبل قولي جس إن هذا تجينين لكن واحد كخير بين هبل قولي جس إن تكتو سو ما يا كخير بدن ما كان دار تيجي ويا قولي جس تك لأن دار تك كفارة كده سأسأل قولي يا مركا إن هذا ناجي خير كسميسو دارت الله أذكر دارنا إنسان وين إذا كره بن وين نقول مانع إذا كم منعية وأنا قينا سميسان مركا سوى دارت بدن إسك إلالة تلو وح كده دارت أم أذكر دارت كده من التصديق كلا إني في عن طعينا دارت يشبي وكفار ده دين الله إموي خير كنا سمي أنت من كم منعين ولا تجعل الله والإله هكذا جاننا عرضة سبب مانعة لا إيمانكم داريه ندرت الله أذكر دارنا إنسان أن تبروا الله تبروا وناق إني إذا سمين وتتقوا الله إذا كبقن إنا أرنت عصو إذا كم من عنو إذا كريم بليه وما نعيان إذا كن قنن دارت الله أذكر دارنا إنسان
وتصلحوا بين الناس قد كده حد سنة عاد إصلاح سنة وأهجاج سنة والله إلهي سميع وأمد مغل الأقوالكم وحالدهن عليم إلهي سبحانه وتعالى بأحوالكم أمورتني أحواش ألا وأويه لا يؤاخذكم الله إلهي دين قبل مايو باللغو وحسك اللغو في أيمانكم حال اللغو صداريه نحذر وياه ودارت إذا نقصت طا إلهي دين قبل مايو ولكن يؤاخذكم لكن لا يؤاخذكم قبل إذن أقابيا بما كسبت قلوبكم وحق قلوبتين أي كسبتوا قلبك يا أتكبون الدين والله إلهي غفور ومد من داف بضان حليم أو تلقات بضان عقوبة روحك مسود الدتشيوي مركا على واحد أولي دارتا مدو حاجة رده اللغو اليمين أو دارتا إسك اللغو يقوه ومد روح أقستوي يا والله ساس أنا والله حق سوانتك والله هب الوارك والله إن أنا والله إن أنا أركن والله هذا حطا على إن أركت لكن ما ذوق استون يدا ما تكون تن دارت إن دارت لكن دارا حبلا نطتك عربك أنت بدأ إمار والله حول ما تنوى تسقون تي وما ذوق قستين وما أظن ما أركتها ما كوا حالنا على الله بالله تاس ما كنت تنتوي ما كنت تنتو ما داموا أذن أقستوي لكن دارت هذا أقست دي أنت يدا قلبك قاعد كون دي تاس وعلى سوق بنا يايو وحويان هذه أذمارتي عاد شبيسو لكن هذا دك كفارة جودته وارتصدك على إني في عن تاي وأنا دك كفارة جودته تاس وعلى أمره مركب وحوي هذه المحانكو إلى هذا عاد شبيسو يقولوا إن تبيس أين خير بدنين أو خير كتير نات تبيس أين خير بدنين عاد قصدنا عاد كود عارت شيء قا السجع أما بين بابات كود عارتي أما بين بابات كود عارتي هيا بعاص هذا أقصتي أخطر بل نبي عليه السلام وحكمت على يمين الغموس يعني نارتا روح الدم بقتيم بسكت من النار تجلسة أو خطرتا قام إذا عدم روح مسلم حوليس كوكو صنع سؤال بين كل دارن سألوك سأل حقا مسلم كأقالت سيدو أكل شيء مالي أهو التقي واحد تقو هوري التقي وذ أكتا إنا بين كل شيء سادات كل دارتو ينا سيدو أكل هوي أخطر أخطر مركا اليمين الغموس اليمين المنعقدة اليمين اللغو صدح سأقيب سمان مدى اللغو وحكا سوقات ملاها اليمين الغموسنا ومدى خطرتا بدل النوع عاصة وعضو بين شيء حق مسلمات كو قوصان يسو اما واح مالي اوه التقي اوه اكتا هينا بينك شيء ساعت كل عارتي تا يلا كفارا ملايا لها كفارا وحما كتري كرتا ولماذا ملايب تصدح كالوح يقبان كفارا وحما كتري كتري كري وكفارا اين اللهين وهو من كبائر الذنوب وهي كفارا وحما كمطرت كبائر الذنوب وانا كتوبة كينا لكن ما مشافيع حولي وانا توبة كينا كفارا وانا لي ماذا سيدا بدك هيا دارتا عادي هدا شيء اني اكل مركا نعراه وان الاسكا الى عليا فرح ابدا لا يؤاخذكم الله الهي اذين قبان مايو باللغو هيا بها اللغو يا وحكا سوقات كان لهين قلبك اذا كنت في ايمانكم حال لغو يقاسو ناريهن دحضو دعو دعي تا الهي اذين قبان مايو اذين عقاب ام مايو ولكن يؤاخذكم لكن الهي وحو اذين عقاب يا بما كسبت قلوبكم waxa qulubtina ay gunaday ee qasadka ugu dhaaratayn hadaadka been sheegtaan way wallahu ilahi ghafurun wa midan bi dhaaf badan oo cid u tooba keenta ilahi waa u dhaafaya xaliimun wa midul qaad badan oo ciqaabta ruuxa kuma soo dadajiye uu korta oo uu usuga wallahu subhanahu wa ta'ala ala marka waxa ka bilaabi doona habeen dambe insha Allah furitaanka iyo eelihi iyo wixii ku tacalluqa iyo ahkaamta hadda la idno وأنا وضع إن بإذن الله سان شجعني أبينك تجمع على أم بنك بودي تونا تلا إلى صورة كذا ماينه